السيتاب وباعتبار السيتاب اللي الحقيقه خدمنا وبعنا المنتوجات نتاعنا وانا عن طريق معناها سيتاب الصالون سيتاب وانتفعوا العديد الباحثين العقاريين من معناها الصالون هذايا بما فيه من الشركه نتاعنا والعديد من الشركات ثم معناها بنوك كانت موجوده معنا ومشاركه وشاركت في الدورات هذه وكانت مساهمه نتاع الباحث العقاري مساهمه فعلا وكذلك كانت عندنا استفدنا من الصالون تاع سيتاب ان شاء الله كيف كيف الباحثين العديد من الباحثين العقاريين اللي عبروا على استعدادهم باش يشاركوا هذايا كل باش زاد فيه فايده الباحث العقاري هو باش يعرض المنتوج نتاعو والحصيله نتاعو معناها من مقام بيه معناها مبناه وما معناها عداه السنوات الماضيه اليوم باش يعرض البرودوي نتاعو باش يبيعو ونعرفوا الوضع ممكن الوضع في بعض الاحيان معنا في بعض معناها اخر العام واحنا نقولوا اللي مات تحركت شويه الدنيا اما فيها بس باش نشاركوا باش نبيعوا المنتوج نتاعنا ان شاء الله في الصالون هذايا واحنا بدورنا كغرفه احنا ان شاء الله باش يكون عندنا لقاءات يعني لقاء ان شاء الله ممكن في اسبوع 10 ايام ان شاء الله مع السيد رئيس الحكومه وعملنا خرجنا كومونيكي دو بريس وقاعدين باتصال معناها بوسائل الاعلام وكانت عندنا لقاءات مش تكون عندنا لقاءات معناها ان شاء الله دوريه في الاسابيع القادمه بالنسبه لمعناها خاصه الفصل الامل تاع 4 جوان 1957 مش من المعقول الامر هذا عنده اكثر عنده 60 عام وتو نطبقوا فيه معناها مع معناها في تونس ونشوفوا احنا الدول الشقيقه والصديقه قاعده معناها ما شاء الله نحاط اللي كان معناها تبيع بالرخصه كما المغرب اخر الدول اللي تبيع بالرخصه